مباشرة إلى زميلي مراسل الإخبارية السورية في حمص نبال إبراهيم للوقوف على آخر التطورات الميدانية في حمص وفي ريفها. حياك الله نبال. سلاماتي لك عبد ولمشاهدي الإخبارية السورية. زميلي، آخر التطورات الميدانية اليوم في ريف حمص، تفضل. بالفعل زميل عبدو، منذ ساعات الصباح الباكرة اليوم بدأت وحدات من الجيش العربي السوري مدعومة بالقوى الرديفة واللجان الشعبية بعملية عسكرية مباغتة هاجمت خلالها مواقع ونقاط سيطرة تنظيم داعش الإرهابي المدرج على اللائحة الدولية للإرهاب في جنوب منطقة مطار التيفور بحوالي عمق 25 كيلومتر. تمكنت خلال هذه العملية بعد معارك عنيفة مع التنظيم قضت خلالها على أعداد كبيرة من أفرادهم، بعضهم من جنسيات عربية وأجنبية، ودمرت خلالها عدد من الآليات المزودة برشاشات ومزودة بمدافع ثقيلة. تمكنت خلال هذه العملية المباغتة للجيش خلال هذا اليوم، تمكنت وحدات الجيش بالفعل من السيطرة بشكل كامل على قصر الحير الغربي وقصر الحير الشرقي وبئر فضة ومزرعة فضة الواقعة كما قلنا جنوب مطار التيفور بعمق حوالي 25 كيلومتر. هذا العمل العسكري المباغت لقوات الجيش اليوم يكون قد أمن محيط المطار بهذا العمق بشكل كبير، وفي حين يعني قامت قوات أخرى من الجيش العربي السوري من عناصر المشاة بتثبيت هذه المواقع التي تم السيطرة عليها لبدء بالتقدم بعمق أكثر باتجاه بادية تدمر الغربية. في جانب آخر وعلى نفس السياق زميل عبدو، كانت وحدات أخرى من الجيش بالتعاون مع اللجان الشعبية من فوج مغاوير البادية بدء عملية عسكرية باتجاه يعني مفرق جحار وحقل حيان. وحتى اللحظات منذ لحظات يعني قليلة كنت قد تحدثت مع مصادر ميدانية على الأرض هناك وأكدوا لي أنه تم السيطرة على عدة نقاط بمحيط مفرق جحار الاستراتيجي، في حين تقوم حاليا القوات الأخرى باستئناف عملية الهجوم لاستعادة السيطرة بشكل كامل على حقل جحار ومعمل حيان النفطي. يعني ولا بد لنا من الإشارة أن السريع والخاطف يعني قصف الطيران الحربي بموازرة المدفعية الثقيلة ورواجبات الصواريخ معاقل التنظيم ومحاور تحركات مقاتليه على امتداد خطوط التماس والمعارك مع التنظيم داعش. وأيضا هناك ضربات كانت مركزة للطيران الحربي على مناطق سيطرة التنظيم في تلة عايد الحسون وتلة أم الخير والبيارات الغربية الواقعة جميعها في ريف حمص الشرقي في بادية تدمر الغربية. هذه الضربات المركزة وهذه العمليات المركزة أيضا لقوات الجيش العربي السوري على هذه المحاور في ريفي حمص الجنوبي الشرقي والجنوب الشرقي أدت لمقتل عدد كبير من إرهابي تنظيم داعش الإرهابي وتدمير عدد كبير من العربات التي كان بعضها قتاليا وحربيا وبعضها الآخر مزودا برشاشات ومدافع ثقيلة وراجمات صواريخ. زميل عبدو، في ريف حمص الشمالي اليوم أيضا قوات الجيش العربي السوري نفذت سلسلة عمليات نوعية دمرت خلالها معاقل للائحة الدولية للإرهاب ومعاقل أيضا ما يسمى حركة أحرار الشام ورجال الله في مدينة الرستن وديرفول وقرية كفر له وتل أبو السناسل. هذه الضربات التي نفذتها وحدات الجيش بنيران أسلحتها الثقيلة والصاروخية دمرت خلالها مقر ما يسمى رجال الله وحركة أحرار الشام. أدت هذه الضربة لمقتل أيضا أعداد كبيرة من الإرهابيين بينهم قادة في التنظيم عرف منهم السعودي الملقب أبو طلحة العنزي وهو القيادي في أحرار الشام. هذه الضربات أيضا أدت لتدمير عدة آليات مجهزة برشاشات وقاذفات صواريخ زميل عبده.
نعم، أشكرك جزيل الشكر زميلي مراسل الإخبارية السورية. هل هناك أي معلومات أو أي قبل الهواء كنت تقول لي بأنك تريد أن تتحدث سريعا عن الواقع يعني الخدمي؟ زميل عبدو، تلبية لمطالب ومطالب المواطنين بالفعل والشكاوي التي نتلقاها يوميا عبر الهاتف أو عبر القدوم المواطنين إلى مكتب الإخبارية السورية في حمص. يعني هناك شكاوى عديدة ومتكررة بالنسبة لانقطاع التيار الكهربائي وطول مدة التقنين، يعني تصل أحيانا في بعض الأحياء إلى 8 ساعات. ايضا هناك شكاوي كبيره ويعني عظيم جدا تردنا يعني بالنسبه لعدم توفر اسطوانات الغاز في مراكز ومنافذ البيع والتوزيع، وعدم توفر ايضا ماده المازوت. يعني هناك عائلات كثيره في محافظه حمص لم حتى اللحظه لم تحصل على الكميه المخصصه لها من ماده المازوت. مع العلم زميل عبده، هناك توفر لاسطوانات الغاز وماده المازوت بشكل كبير في السوق السوداء، ولكن بمبالغ كبيره جدا على المواطن. يعني يعني نؤكد ان هناك لا يوجد في محافظه حمص بالشكل العام لا يوجد رقابه على هذه المواد، خاصه يعني في ظل الحاجه الكبيره للمواطنين بظل البرد القارس. زميل عبدو، يعني لن اطيل عليك اكثر. هذه الصوره واضحة يمكن بالنسبة للجميع، لعل أن يصل صوتنا عبر شاشة الإخبارية السورية للمسؤولين للمعنيين في المحافظة وفي الدولة لإيجاد حلول بالفعل مناسبة للمواطنين في محافظة حمص. زميل عبدو. نعم، زميلي مراسل الإخبارية السورية نبال إبراهيم كنت معي عبر الهاتف من مدينة حمص. طبعا تحدثنا عن آخر التطورات الميدانية، أما بالنسبة للشأن الخدمي طبعا هذا حال جميع المحافظات، دائما هناك أزمة في المازوت والغاز وتوفر ما أسطوانات الغاز وأيضا في الكهرباء، ونحن أيضا كنا على الهواء قبل قليل وتم قطع الكهرباء. يعني هذا هم جميع المواطنين اليوم في سوريا. طبعا الجواب عند أهل العلم، كان هناك اجتماعات لمجلس الوزراء وكان هناك حلول في قادم الأيام، إن شاء الله سوف ترى النور. مشاهدينا